لا تعتقدون بأن ما تشهده لبنان اليوم من انهيار كبير في اقتصادها وعملتها وليد اللحظة أو حدث جديد؟ فالقصة بدأت منذ أعوام عديدة عندما وضعت الأحزاب المختلفة مصالحها المالية والسياسية في مقدمة أولوياتها ورمت مصلحة الدولة والشعب خلف ظهرها، ما أدى إلى فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على شخصيات لبنانية مصنفة ضمن قوائم الإرهاب. أن هذه السياسات العربية وهذه السياسات الأمريكية الانكفائية عن لبنان بدأت تعطي نتائج، وبالتالي المطلوب الاستمرار فيها. تلك العقوبات ألقت بظلالها على اقتصاد الدولة بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، إلا أن تلاعب بعض المصارف الموالية في بيانات المدرجين على لائحة العقوبات أدى إلى فرض عقوبات قاسية على تلك المصارف، وخفضت المنظمات الأمريكية تصنيف لبنان الائتماني. أنا مواطن لبناني بشتغل بلبنان، بعرق جبيني كرمال عيش، مثل كل اللبنانيين، مثل معظم اللبنانيين بيشتغلوا بشرف، بيشتغلوا. في ناس كتير اشتغلوا على مدى سنوات حتى يدخروا فلوس يقدروا ينبسطوا يعيشوا برخاء. اليوم واحد بيجي بيلقطوا من خوانيقه بيقول له ممنوع، بدك تعيش هالقد. ولم يمضي وقت طويل حتى توقفت المساعدات المالية الدولية والعربية عن الحكومة هناك. It is true that we have grave concerns about the role of Hezbollah, a designated terrorist organization which has held ministerial positions in this government and in several previous governments. لكن الأمر المستغرب كان بتأكيد مصرف لبنان المركزي امتلاك نحو 20 مليارا من السيولة الأجنبية رغم اختفاء الدولار شبه الكامل من البلاد. ما إلي أعطي أنا أكثر تعليم يعني معلومات صلح. أما المصارف المحلية والأجنبية أوقفت صرف الدولار لصغار المودعين تحت مبرر عدم وجود العملة الصعبة لديها. رأني 45 هل أنتمي بقي دولار؟ مصرياتي شو عملت فيهم؟ راح يروح مصرياتي شو عملت فيهم؟ فهل تعتقدون أن المواطن اللبناني بات محصورا بين مطرقة الفساد وسندان لقمة العيش؟